أهلا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يوم السبت الماضي قدم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي يعني ترشيحاته لباقي الوزارات الشاغرة في العراق، وهي 7 وزارات مثل ما تعرفون، اللي هي النفط والخارجية والهجرة والزراعة والعدل والثقافة. قدم ترشيحاته لهذه الوزارات 7 الشاغرة، وسابقا في 7 مايس الماضي كان قد قدم وزارته ولم يتم التوافق على هذه 7 وزارات بين قوى العملية السياسية. جرى اختلاف بينهم حول توزيعها وجرى تأجيلها إلى يوم السبت الماضي، حيث قدمها مرة أخرى، قدم الترشيحات لهذه الوزارات. طبعا ما جرى يوم 7 مايس الماضي وما جرى يوم السبت الماضي وما جرى خلال 17 سنة الماضية من ترشيحات لوزارات وتقديم لأسماء، كلها في نفس الإطار من المحاصصة الطائفية والإثنية. وربما في وزارة مصطفى الكاظمي هذه كان الحديث عن المحاصصات واضحا ولا يحتاج إلى يعني لم يحتاجوا إلى اللبس والتضليل والمداهنة، تحدثوا بشكل واضح عن توزيعات طائفية وإثنية بشكل واضح، وتحدثوا عن مكونات ولكل مكون حصته في هذه الوزارة، وكل الترشيحات جرت وفق هذا الأسلوب وهذه الطريقة. وهذا طبعا انتصارا لدستورهم الكسيح هذا الذي بني على المكونات ولم يبنى على المواطنة. منذ عام 2005 عندما طرح هذا الدستور واضح كان مبني على المكونات، وكتبه المحتل الأمريكي بهذه الطريقة لكي يصبح العراق على هذا الحال وهذه الكارثة الكبيرة. عموما ما يهمنا اليوم في هذا الحديث هو الحديث عن الفكر السياسي الذي يراد له أن يطبع ما يسمى بالحياة السياسية في العراق. طبعا لا حياة سياسية في العراق رغم وجود أحزاب وما يقال عنها أحزاب، وأنها أكثر من 500 ربما حزب ومكون وتجمع شاركوا في الانتخابات الماضية عام 2018، لكن لا وجود لحياة سياسية في العراق عموما. لكن هذا الفكر الذي يريدون أن يطبع به العراق، وهذا الفكر فكر ملوث، فكر طائفي، فكر مخرب، فكر يعتمد الفوضى، يعتمد التفرقة، يعتمد النهب والسلب والفساد والخراب أساس في كل هذا، وهو هذا الفكر الذي يريدون أن يطبع الحياة السياسية وعموم الحياة الاجتماعية في العراق من غير النظر لا للدين ولا لمفاهيم الضمير ولا مفاهيم الأخلاق. ولذا هذا يجعلني يعني مثلا أتحدث عنه، إذا كان التعريف العام للسياسة هو فن الممكن، فإن تعريف هذا فن الممكن في الطبقة السياسية الحاكمة العراق من عام 2003 إلى الآن هو فن تحقيق فعل ما يمكن فعله، تحقيق فعل ما يمكن فعله من أجل تحقيق مصالحهم ومطامعهم وغاياتهم والأجندة التي تحكمهم. وهذا مثل ما قلت ليس له علاقة لا بدين ولا بخلق ولا بضمير، هذه كلها خارج الحسابات. فلذلك هذا الفكر الذي يريدون أن يحكم العراق، وهذا الفكر لونه الأساسي هو الكذب والتضليل، يكذبون في كل شيء، وعندما يضطرون في مرات ويحرجون يقولون اضطرينا إلى ذلك من أجل تسيير الأمور، من أجل العبور من الأزمات والانتهاء من المشاكل. طبعا كأنهم ليسوا هم من صنع هذه الأزمات وتحمل الشعب العراقي والعراق عموما. عموما يوم 7 مايس مثل ما قلنا كان مصطفى الكاظمي قد قدم وزارته، وجرى اختلاف هناك على 7 وزارات لم يتم التوافق عليها. لكن قبل ذلك أيضا جرى اختلاف على وزارة المالية، كان مصطفى الكاظمي قد قدم مرشح الأكراد فؤاد حسين اللي كان وزيرا للمالية في زمن عادل عبد المهدي، فلم توافق عليه أحزاب ما يسمى بين هلالين البيت الشيعي، وقالوا أنه هذا الرجل قد سخر أموال وزارة المالية لصالح الحزبين الكردين والمسخرة لصالح العراق، هكذا تحدثوا وحملوه مسؤولية كل هذا الخراب المالي والاقتصادي، وهذه كذبة كبيرة طبعا بغض النظر عن نحن لا نقصد في العراق هناك سياسة اقتصادية، فؤاد حسين وغيره وكل أحزاب العملية السياسية مسؤولة عن خراب العراق ومسؤولة عن عدم وجود لا سياسة ولا سياسة اقتصادية ولا سياسة اجتماعية ولا توجهات ولا منطق ولا إطار وطني في العراق، وهذه كلها مسؤولة عن الكارثة التي حلت بالعراق عموما. لكن أن تتحدث
هذه القوى اللي هي متهمة واللي هي أساس كل هذا الخراب بهذا الشكل لا يقبل منها الحقيقة. عموما البيت الشيعي أيضا الأكراد الحزبين الكرديين أصروا على أن فؤاد حسين أن يحصل على إحدى الوزارات، وما دام وزارة المالية قد ذهبت فذهبوا إلى وزارة الخارجية كونها وزارة سيادية. القوى البيت الشيعي مثل ما قلنا وبالذات ميليشيات هذه القوى قالت أن تمرير فؤاد حسين لا يمكن أن يتم إلا على جثثنا، وعلى الكاظمي أن يترك هذا الموضوع. لكن يوم السبت الماضي وقالوا لأنه لا يمثل العراق وأنه كذا وأنه لا يمكن القبول به، وعادوا إلى تجربة 10 سنوات كان فيها هوشيار زيبالي وزير الخارجية، وقالوا أنه مثل مصالح الأكراد الحزبين الكرديين ولم يمثل مصالح العراقيين، وهكذا جرى الحديث. لذلك لم يوافقوا. لكن يوم السبت الماضي عندما قدم مصطفى الكاظمي وزارته مرر فؤاد حسين كوزير للخارجية بسهولة ويسر من غير هذه العنتريات ومن غير هذه الجثث التي قالوا عنها ومن غير كل هذه التعقيدات التي قالوا أنه سيمر بها بيسر، وتمت الموافقة عليه. هذا ما أريدنا نتحدث عنه. الفكر السياسي الذي يطبع العراق فكر انتهازي، فكر كذاب، فكر مخادع، ما يقبل به الآن سيرفضه بعد ساعة، وما رفضه بعد ساعة ربما سيقبل به يوم غد، وما يقوله الآن يفعل عكسه بعد قليل، وهكذا فكر مضلل كاذب مخادع يتبع المصالح ويتبع نوعية الضغوط ويتبع كم أحصل وكم تعطيني وكم، يعني مجرد ابتزاز ومجرد مزايدة سوق للنخاسة حقيقة. هذه السياسة التي لديهم، ولا وجود للمبادئ ولا للأخلاق ولا للدين ولا للضمير فيها، هكذا يريدون. المهم كانوا يذكرون خلال هذه الفترة أنه فؤاد حسين يعني عندما كان رئيسا لديوان رئاسة إقليم كردستان عام 2016 كان يتحدث عن، وكان الحديث عن استقلال كردستان، وكان يتحدث يقول أنه نحن نعترف بالحدود بحدود العراق التي رسمتها اتفاقية ساكس بيكو قبل 100 سنة، نحن لا نعترف بها، ونحن لسنا انفصاليين ولا ندعي انفصال عن العراق لأننا لسنا جزءا من العراق. وقال بالنص يعني يتهموننا بأننا ننفصل ولكننا في الحقيقة لا ننفصل لأننا لسنا جزءا من العراق حتى ننفصل. وبغض النظر عن أن الميليشيات هي من تروج لهذا الموضوع، لكن هكذا حديث لا يمكن قبوله. لا يمكن القبول في أن تجلس على كرسي وزارة الخارجية من لا يؤمن ببلد هو يمثله، لا يؤمن بحدوده، لا يؤمن باستقلاله، لا يؤمن بوحدة شعبه، فكيف يمكن أن يمثل سياسة الخارجية، وكيف يمكن أن يعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الموحد واللي نسعى إلى سيادته واستقلاله بهذا الفكر الذي لا يؤمن بالعراق ولا بوطنيته؟ هذه لا يمكن قبولها. وعموما هي الميليشيات لم تعترض على فؤاد حسين عندما كان وزيرا للماليه، وحتى عندما رشح نفسه وكان قاب قوسين او ادنى من المنصب، عندما رشح نفسه لرئاسه الجمهوريه كان ممكن ان يكون رئيسا للجمهوريه ولم يعترضوا. الان اعترضوا لكن تم ترضيتهم بطريقه او باخرى. ماذا قدم لهم؟ الحقيقه هم يعرفون ذلك. عموما هو هذا يرجعنا الى ان السياسه في العراق ملوثة قذرة، ليس فيها مبادئ، ليس فيها أخلاق، فيها مصالح وفيها البحث عن المصالح. وبالتالي الأسئلة التي تبقى كيف يمكن لوزير خارجي أن يمثل سياسة العراق وهو بهذا الفكر، وكيف يمكن وهو السؤال المهم لشعب العراق أن يثق بحكومة تقول إنها وطنية، حكومة مصطفى الكاظمي إنها حكومة وطنية وجاءت لإنقاذ العراق من الكارثة ولتلبية مطالب المتظاهرين وثورة تشرين، كيف يمكن أن يثق بها وهذا الفكر السياسي الذي يحكمها هو الذي يطبع حياتها، وهذه العقول التي لا تؤمن بالعراق ولا تؤمن بحدوده ولا تؤمن بوحدة شعبه هي التي تجلس على الكراسي وتحكم العراق؟ هذا هو السؤال المهم على الشعب العراقي أن يجيب عليه. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين السلام عليكم.